اكتب الأعداد التالية بصورة أعداد مركبة، وبقليل من المراجعة فإن العدد المركب هو العدد الذي يحتوي على جزء حقيقي وجزء وهمي. دعوني أوضح هذا، يحتوي على جزء حقيقي وجزء وهمي، فإذا كان لدي A زائد B I بحيث أن A و B أعداد حقيقية فإن هذا عدد مركب. هذا هو الجزء الحقيقي وهذا هو الجزء الوهمي. ولماذا هو وهمي؟ لأنه الصورة التصاعدية من هذا العدد أو الوحدة الوهمية والعدد المميز I في هذه الحالة تم رفع نسبته عن طريق B، ويمكن أن يكون أو قد لا يكون مألوفا بالنسبة لكم، لكن يتضح لنا من تعريف I أن I تربيع يساوي ناقص واحد. وانتبهوا أنه لم يكن لدينا أي أعداد قبل إيجاد المربع والذي يساوي ناقص واحد. الآن إذا أخذنا I تربيع سنحصل على ناقص واحد. إذا الشيء المميز في الأعداد الوهمية أن مربعاتها تساوي أعداد سالبة، وهذه تسمح لنا بحل العديد من المعادلات التي لا يمكن حلها إلا إذا بحثنا عن الحلول الحقيقية، وهي موجودة في جميع فروع الهندسة بشكل خاص وتخصصات أخرى كالفيزياء مثلا. والآن إذن علينا أن نسير وفق هذا التعريف. إذن كلما تعاملنا مع أعداد أكثر وبشكل خاص في المسائل الهندسية سنفهم قيمة الأعداد الوهمية. ولنرجع إلى المسألة، أكتب الأعداد التالية بصورة أعداد مركبة، فهذا العدد سهل وهو ناقص 21. وحسنا، كيف يمكن أن أكتبه كعدد مركب؟ سأكتبه كخليط من عدد حقيقي وعدد وهمي. إذا يمكن كتابته هكذا، ناقص 21 زائد 0i. صفر ضرب I يساوي صفر، أي أنه سيبقى ناقص 21. ليس لدينا أي جزء وهمي، إذا هذه هي صورة العدد المركب لهذا العدد، أي مباشر جدا. نفس الشيء هنا، 7i عبارة عن عدد وهمي، أي لا يوجد عدد حقيقي والجزء الحقيقي عبارة عن صفر، أي صفر زائد 7i.